هل في لعيبة كانت موهوبة وخيبت ظن وخيب ظنك فيها؟ يعني لعيب كنت شايفه كويس قوي كده ومرة واحدة قلت لا 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 ده مش هينفع تاني. اكيد حصلت، بس يعني مش عايز اقول ما تبقاش بقى بغرور بالنسبه لي او كده، ما حصلتش معايا، لكن اكيد فلت مني لعيبه ما اخترتهمش يكونوا يعني راحوا. ده وارد ما فلت مني، لكن معايا وما كملش. لا انا ما بختارش لعيب غير اذا هيكمل درجه اولى. انت عملت كام لعيب في مصر؟ عملت نجوم. 54 لعيب في مصر. 54 لعيب؟ لعبوا دوري ممتاز وانت في ومنتخبات. النادي الاهلي؟ وعملت 14 لعيب لعبوا في اوروبا. خلينا بقى ايه نبدا كده نشوف واحد واحد ال 14 مين هم اللي انت عملتهم؟ دول بقى اللي هم كانوا بدايه وهم صغيرين معاك مدرسه الكوره، وطلعوا معاك مدرسه الكوره. تدرجوا. انا مين هم بقى؟ في احمد سمير فرج، في عمرو الحلواني، بس دول انا جيت لقيتهم موجودين بس اتمرنوا معانا مع مستر كورفا. عمرو الحلواني، احمد سمير فرج، احمد مجدي، في كهربا، في كريم حافظ، في احمد حسن مكي، في احمد حسن كوكا، في رامي ربيعه، في احمد ياسر ريان، في الله احمد الله حمدي، في اتنين تايهين مني. يعني انا قلت دلوقتي حوالي 10 12، في اتنين مش فاكرهم قوي، سامحوني يعني، من ولادي احترفوا برضو. في مين تاني يا بدر؟ دول احد المحترفين يعني. مين المحترف فيهم اللي انت شفته وقلت ان ده كهربا طبعا. لا وقلت ان ده هيكسر العالم مش هيكسر الدنيا؟ انا بالنسبه لي يا كابتن، اللي احترفوا كلهم كل واحد ليه ميزه. يعني بالنسبه لي نسيت تريزيجيه كمان ورمضان صبحي، ادي الاثنين اللي كنت ناسيهم. دول ده انت دول اساسيين. تريزيجيه ابني وحبيبي، تريزيجيه ورمضان ورمضان ابني صبحي. وحبيبي، كنت ناسيهم، ادي طب الاثنين. بعض الناس تقول لك ايه السنة او ده النن يا كابتن. طيب ادي ال 14 يا كابتن، انا اللي هفتكرهم. ده ذكرتك مني. طيب لو جم كلموك الاتحاد المصري لكرة القدم وقالوا لك احنا محتاجينك عشان عاوزين نبدأ نظام جديد للكرة المصرية تمسك منتخبات او مدير فني للناشئين في مصر، ترجع؟ اكيد هرجع. اكيد هترجع. انت بتتكلم يا كابتن مصطفى في مصر، اكيد هرجع بغض النظر عن اي حاجه تانية. اكيد هرجع، هرجع اخدم بلدي اللي كبرتني وعلمتني. عملت كام لعيب في الامارات؟ عملت حوالي 18 لعيب. 18 لعيب؟ اه. كلهم منتخب؟ لا، المنتخب عملت حوالي 32 لعيب. 32 لعيب؟ في المنتخبات. انت عندك مكنه هناك ولا ايه؟ ما احنا عندنا المنتخبات يا كابتن، في منتخب ثلاث منتخبات لغايه المنتخب الاولمبي، فبالتالي النادي عندنا اكبر نادي بيطلع لعيبه المنتخبات، نادي الجزيره الاماراتي. وده طالع من التاسيس، وعندنا في الفريق الاول لعب حوالي 18 لعيب، وبالتالي الباقي اللي بقيت 32 هم في المنتخبات، هم دول اللي هيمثلوا النادي بعد كده، فهيبقى عندنا لعيبه كتير جدا في الفريق الاول.